كما ترون على الشاشة، السؤال هو: هل تعلم الفرنسية بالعربية، يعني الترجمة من الفرنسية إلى العربية، يفيد في التعلم أو هي طريقة غير مجدية؟ وهل توجد وسيلة لتعلم الفرنسية كما يتعلمها الطفل وهو صغير؟ إذن حتى لا أطيل عليكم بالمقدمات، أفضل الدخول في الموضوع مباشرة. الجواب هو: لن يعيقك أبدا، بل بالعكس قد يسرع تعلمك للفرنسية، ولكن بشروط. أقصد أن تعلمك للفرنسية بالعربية إذا لم يكن مصاحبا للشروط التي سأذكرها لك الآن، فلن يكون مجديا وسيكون فاشلا 100%. وفي نهاية الفيديو سنتحدث عن هل توجد طريقة لتعلم اللغة الفرنسية كما يتعلمها الطفل الصغير بالفطرة. إذا شاهد معي الفيديو للأخير لتتعرف على كل هذا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنت الآن تتفرج على قناة Venez apprendre avec لبنى لتعليم اللغة الفرنسية من البداية إلى الاحتراف. رجاء لأي شخص يرى أن هذه القناة بها معلومات مفيدة لأشخاص يرغبون في تعلم الفرنسية، رجاء لا تجعلوها تتوقف عندكم وساعدوا غيركم أن يصلوا إليها. شاركوها مع أصدقائكم في مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، تويتر إلى آخره. فقد قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. إذا موضوعنا قالت عنه الخبيرة فيغا اف بيركومبيل، أشهر نقاد التعليم في ألمانيا، قالت أن الطالب في بداية تعلمه للغة جديدة يجب أن يعتمد على الترجمة، لكن إذا أردنا أن يكون ذلك ناجحا علينا أن لا نأخذ الكلام بالمطلق، وإلا سنسقط في مشاكل كبيرة جدا. لهذا لابد من شروط نتبعها لتعلم الفرنسية بطريقة صحيحة وبشكل أسرع. أول هذه الشروط هو: عند ترجمتك للكلمات من الفرنسية للعربية لا تحفظها معزولة. كما أقول لكم دائما احفظوها في جمل، أبدا لا تحفظوها معزولة. أكرر ذلك لمدى أهمية هذه النقطة. شيء آخر مهم جدا، تبحثوا عن نوع الكلمة التي ستحفظها. هل هي فعل؟ هل هي صفة؟ هل هي حرف؟ اسم؟ إلى آخره. وإذا كانت اسم مثلا، هل هي مذكر أو مؤنث؟ حتى لا يقع لك الخلط عند استعمالها، لأنه توجد كلمات كثيرة في الفرنسية تكون مؤنثة وفي العربية مذكرة أو العكس. نأخذ على سبيل المثال كلمة منجرة التي ننجر بها الأقلام، في العربية هي اسم مؤنث، في حين أنه في الفرنسية هي اسم مذكر، نقول أن تايك خيون. مسألة أخرى مهمة أيضا، عليك أن تبحث عن المعاني المحتملة الأخرى للكلمة، لأن الكلمة يمكن أن يكون لها أكثر من معنى. بذلك إذا وجدتها في سياق آخر تفهم لماذا جاءت في هذا المعنى، ولا تفاجأ من تغيير معناها الذي كان لديك مسبقا. فمثلا نأخذ على سبيل المثال كلمة بوم. بوم تعني تفاحة. نقول مثلا je mange une pomme، أنا أكل تفاحة. je mange une pomme. غير أنه إذا وجدتها في جملة أخرى مثال celui-là est une vraie pomme. celui-là est une vraie pomme. هنا ستفاجأ إذا لم تكن قد بحثت عن المعاني التي من الممكن أن تحتملها، وتقول ربما هذه جملة خاطئة. فكيف يعقل أن يكون المعنى هذا الشخص هو تفاحة حقيقية؟ هذا غير ممكن. إذا celui-là est une vraie pomme تعني أن هذا الشخص ساذج. جملة أخرى بمعنى آخر أيضا، ça c'est encore pour ma pomme. ça c'est encore pour ma pomme. هذا أيضا هو لي. هذا أيضا هو لي. يمكن أن نقول pour ma pomme أو pour ta pomme، تعني pour moi أو pour toi. إذا ça c'est encore pour ma pomme، هذا أيضا هو لي أو هو لك إذا كانت pour ta pomme. معنى آخر لنفس الكلمة أي بوم، مثلا أو كوم تخوا بوم، نركبها في جملة: La dernière fois que j'ai vu ta fille, elle était haute comme trois pommes. La dernière fois que j'ai vu ta fille, elle était haute comme trois pommes. تعني أن آخر مرة رأيت فيها ابنتك كانت قصيرة جدا.
ولا يعقل أن نقول آخر مرة رأيت فيها ابنتك كانت عالية كثلاث تفاحات، لأن هذه هي الترجمة الحرفية التي لا تساعد أبدا على تعلم الفرنسية، وتجعلك تغرق في بحر من الأخطاء اللغوية الكبيرة، وخاصة عند تركيب الجمل يكون الأسلوب ركيكا وفي أغلب الأحيان يكون مغلوطا. لذا أركز دائما على حفظ جملة بأكملها وليست كلمات معزولة. حاولوا ما أمكن تجنب الترجمة الحرفية، أما ترجمة المعنى فلا بأس بها، بل هي وسيلة قد تسهل عليك وتسرع عندك عملية التعلم. نأخذ جملة أخرى أيضا. J'étais si épuisée que je suis tombée dans les pommes. هنا عبارة tombée dans les pommes تكتب دائما في الجمع، يعني دائما نقول les pommes ولا نقول la pomme، وتعني فقد وعيه. tombée dans les pommes فقد وعيه. J'étais si épuisée que je suis tombée dans les pommes تعني كنت منهكة لدرجة أني فقدت وعي أو أغمي علي. لاحظوا معي أيضا هنا إذا ترجمتها حرفيا سأقول كنت منهكة جدا حتى سقطت داخل التفاح. لاحظوا أن هذا لا يعقل، إضافة إلى أن حفظ مثل هذه الجمل يعطيك مستوى عالي وجيد في الفرنسية. المتلقي الذي يسمعك تتحدث تترك عنده انطباعا أن مستواك في الفرنسية متقدم. نفس الشيء سيحدث لك إذا سمعت مثلا أجنبيا يتكلم العربية وهو في طور التعلم ويقول لك مثلا أكل عليه الظهر وشرب، ستقول مع نفسك أن مستواه في العربية تحسن كثيرا، أليس كذلك؟ إذا نفس الشيء في الفرنسية. حبذا لو تتعرف أيضا عن الكلمات التي تتشابه معها في النطق ولكن المعنى والكتابة يكون مختلفا. فمثلا إذا قلنا هنا الكلمة التي ندرس عليها هي بوم، هناك كلمة أخرى مشابهة لها في النطق هي بوم لكن المعنى مختلف كما يظهر على الصورة. بوم تفاحة، أما بوم الثانية فهي تعني راحة اليد. شيء آخر، بعد أن تتعرف على ترجمة كلمة وتفهم معناها لا تتلفظ بها مرة أخرى بالعربية. مثلا تعرفت أن فيرب يعني فعل، إذن إلغي كلمة فعل من قاموسك عند التحدث بالفرنسية ودائما استعمل فيرب. أيضا الكلمات التي تفهمها من غير ترجمة لا تبحث عما يقابلها بالعربية، اكتفي بها بالفرنسية لأنك ستعقد الأمور ليس إلا. أعطيك مثالا، عندما نقول le verbe du premier groupe هي الأفعال التي تنتهي ب er، إذن هذا يجعل عندك المعنى واضح تماما، لا داعي للبحث عما يقابله في العربية أي أفعال المجموعة الأولى، لأنه بذلك تعقد الأمور فقط. أصلا في العربية لا يوجد هذا النوع من الأفعال، إذن ما ضرورة ترجمته وأنت تعرف معناه جيدا، نكتفي به كما هو في الفرنسية بما أن المعنى واضح تماما. اجعل الترجمة تكون بالنسبة لك وسيلة فقط لا غاية ليتجدر المعنى في ذاكرتك. أمر آخر، عندما تريد أن تحفظ جملة احفظها بصوت مسموع ولا تحفظها في نفسك يعني دون نطقها. فالكثير من تلامذتي يخبروني أنهم عندما يستظهرون الجمل صمتا يشعرون أنهم ينطقون الكلام بشكل صحيح، ولكن بمجرد استظهارها بصوت مسموع يتلعثمون في الكلام ويتفاجؤون أنهم غير قادرين أو يصعب عليهم التلفظ بالجمل أو لا ينطقون بها بسرعة كافية. لذا عودوا أنفسكم على ترديد الجمل بصوت مسموع حتى يساعدكم على بناء الثقة بأنفسكم، وبالتالي يسهل عليكم النطق بها أمام الآخرين. نصيحة أخرى، احرصوا على الاستماع إلى برامج أفلام رسوم متحركة بالفرنسية حتى ولو لم تفهموا المحادثة بأكملها، لأنه لابد وأن تصادفوا كلمات أو جمل تعرفتم عليها من قبل أو بالكاد تعلمتموها، وبذلك تستأنسوا بها وتعرفوا استعمالاتها الأخرى يعني في سياقات أخرى مختلفة، كما أنكم تعودون أنفسكم على السماع فيتحسن عندكم النطق، وسيجعلكم تتعرفون أيضا على استعمالكم للأزمنة المناسبة يعني كل زمن في وقته المناسب. بما أنني تحدثت عن الأزمنة أريد أيضا أن أشير إلى شيء مهم جدا بالنسبة لمادة la conjugaison في الفرنسية. لا يمكنك أن تترجم الأزمنة للعربية لأن هناك أزمنة تتواجد في الفرنسية لا وجود لها في العربية،
لهذا تجدوني أقول دائما في دروسي لا وجود للترجمة الحرفية، فالترجمة كما قلت ترسخ عندك المعنى فقط وتساعد على الفهم بأسرع وقت ممكن، إذا هي تسرع وتيرة التعلم لديك فقط. ولكن إذا كان الأمر مفهوما ولا يتطلب ترجمة كما هو الحال بالنسبة لأغلب دروس القواعد اللغوية، فلا داعي للبحث عن مقابلها بالعربية ما دام المعنى واضح في الذهن. واحرصوا أن تتعرفوا على استعمالات كل زمن، أعني بذلك متى نستعمل لو بريزون، متى نستعمل لو باسي كومبوزي، متى نستعمل الفوتور لامبارفي إلى آخره، لأن ذلك يسهل عليكم استعماله في محادثاتكم ويكون بذلك معنى حديثكم صحيحا وبدون أخطاء. وأخيرا لابد وأنكم سمعتم عن الوصفات السحرية لتعليم الفرنسية، مثلا تعلم الفرنسية بدون معلم، تعلم الفرنسية في 7 أيام، ستتعلم اللغة بهذا الأسلوب كما لو أنك طفل إلى آخره. شيئا من هذا لم يفلح ولن يفلح في جعلك متمكنا أبدا من هذه اللغة. فلماذا لا يكون تعلم الفرنسية سهلا كما تعلمت لغتك الأم أي العربية؟ بكل بساطة لأن الطفل له ميزة الذاكرة اللغوية الفارغة، أنت كراشد لن تعد لديك هذه الميزة. يقال أن الأطفال يتعلمون قواعد اللغة دون دراسة، هذا صحيح لأنهم لا يمتلكون التفكير التجريدي، لا يكلف نفسه عناء التمييز بين الأسماء والأفعال والصفات إلى آخره. أما الراشد لأنه يمتلك هذه القدرة فهو مجبر على المقارنة دون أن يشعر، دائما يبحث عن إيجاد التشابه بين قواعد اللغة العربية واللغة الفرنسية وهكذا. كما أن الطفل يتعلم نتيجة لانغماسه دون أن يبذل أدنى جهد في تعلم هذه اللغة، في حين أن البالغ أو الراشد له أهداف وغايات من تعلمها، مثلا يريدها في العمل، في الدراسة، في السفر إلى آخره. إضافة إلى أن الطفل يستغرق أشهرا عديدة ليبدأ بالكلام، فهو لا يتكلم، هو يسمع فقط، وهذا لا ينطبق على المتعلمين الكبار نظرا للضغوط التي يخضعون لها. إذا تعلم الفرنسية لابد له من صبر وطول بال وتعب وجهد. وفي فيديو لاحق إن شاء الله سأحدثكم عن نظام أفضل واستراتيجية متقدمة في التعليم بدأت في الظهور ولكن لازالت في نطاق ضيق ومحدود لأن تطبيقها صعب بعض الشيء، ستفهمون ذلك لاحقا، غير أنها تعطي نجاحا باهرا في تعليم اللغة الفرنسية. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, explosez-moi la barre de like. N'hésitez pas à me faire vos suggestions ci-dessous. Partagez la vidéo avec vos amis et sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Et à la prochaine!